هذا الشيء لاحظوه من منتجات صفا كير، من لاين اللي هو الجسم حق كريمات الجسم والوجه والترطيب، دائما احط هذا اكثر واحد حطيته، يعني يمكن حطيت غيره للجسم اللي هو الوايتنينج بادي لوشن. اول شيء هذا المنتج يستخدم للجميع وامن للحامل والمرضع ولتفتيح جميع مناطق الجسم بما فيهم المنطقة الحساسة. هذه ميزة أولى. ميزة ثانية، المنتج من مستخلصات طبيعية، فبالتالي شايفين شلون آمن للحامل المرضع والكل، من مستخلصات طبيعية، منها بشر الليمون، منها أوراق زيت الزيتون، وكذلك في نسبة من لاكتيك أسيد، ماخذ شهادات جودة عالمية كثيرة على فعاليته. بس طريقة وضعه جدا مهمة، أنت لما تاخذينها راح تقدرين تستخدمينها حق أي منطقة بالجسم عشان تفتحينها. هذا الشيء ممتاز. على فكرة 50 ملي طريقته بالضبط، تاخذين كميه بسيطه تدلكين فيها لمده دقيقتين وتخلينها ساعه، بعدها تغسلين مرتين باليوم، تسوين هذه الطريقه. ممتاز بنات، جدا سعيده. بقول لكم ليش. اول شيء هذا انتم وايد عجبكم، انا لاحظوا كذا مره حطيته وتبارك الله على فيدباك وايد حلو، ونفس ما قلت لكم امن، امن جدا وحق كل مناطق الجسم، تقدرون تستخدمه بالطريقه اللي قلتها. وهو كمنتج سعره شيء و20، والافضل دائما تلاقونه عند شوبينج. انا دائما احط شوبينج لان الافضل بالسعر، لو متوفر اي صيدليه بطريقه هم سعر مناسب وانا ادري عن هالشيء راح احطه. فوق ان سعره هو شيء و20، راح تاخذونه ب20 وراح تاخذون معاه شنو؟ قولوا شنو؟ علبتين من افضل واروع شامبو انا قاعد استخدمه حاليا. هذا الشامبو خيال، يعطي نعومه وريحه حلوه حق الفروه ويقلل الحكه، وجميع انواع الشعر يقدرون يستخدمونه. متخيلين؟ راح تاخذون الكريم واثنين شامبو بسعر 20 دينار، يعني كأنكم موفرين 9 دنانير أو قريب 10 دنانير، والمنتجات اللي بتطلع لكم منتجات ولا أروع، يعني مو عرض حاطين لكم مثلا قطعة زينة وقطعتين مثلا مشي أمورك نفس ما يصير، لا لا لا،